نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفرش. كما عودناكم نقدم لكم تمارين متنوعة ونصائح عن التغذية وشرح عن بعض التمارين. اليوم طبعا بتكلم عن بعض الأمور أو الأخطاء اللي يمارسونها بعض الأشخاص أثناء اتباعهم نظام غذائي، ولكن ما يكون عندهم الثقافة الكاملة أثناء تديتهم حق الرجيم نفسه أو اتباع نمط معين حق الرجيم، ولكن هو عباله أنه خلاص يوخر عن الأكل هو كذي بوضع السليم. لا طبعا هذه طريقة خاطئة. بعض الأشخاص يقول لك أنا لما أتبع نظام غذائي أتبع أبعد عن الكربوهيدرات، أبعد عن الدهون، أبعد عن السكريات نهائيا، ما يأكلهم نهائيا. هذا أمر جدا خاطئ، وهذا ممكن يؤدي إلى سوء بحالتك الصحية، يعني ممكن تساقط بالشعر، ضعف القوة، ارتخاء بالجسم نفسه اللي يؤدي إلى الخمول والكسل. فبالتالي هذه الأمور لازم تتجنبها، راح يكون عندك أيضا نقص في الفيتامينات. إذا صار عندك نقص في الفيتامينات شوف عاد شنو راح يصير عندك، راح تؤدي حق الأمور ثانية، تدخل موال ثاني. فبالتالي لازم أنك إذا تتبع نظام غذائي أول شيء تتوجه حق دكتور على أساس أنه يعطيك جدول معين تمشي عليه، أو أنك من إذا كنت أنت مثقف أو تقدر تقرأ تقدر أنك من خلالها تختار أكل متنوع. ولكن هو معنات الرجيم شنو أو الدايت؟ إحنا ما راح أتكلم أنا عن أشخاص مثلاً اللي يتمرنون بنادي، أنا بتكلم عن الأشخاص بشكل عام اللي هم يمارسون مثلاً رياضة المشي ويقلل كمية أكله. أول شيء لازم يمارس رياضة مثلاً المشي أو رياضة فيها مجهود بدني على أساس يحرق السعرات الحرارية بجسمه. فبالتالي هنا عاد يعتمد على أكلك. شلون يعتمد على أكلك؟ بمعنى أكل كربوهيدرات، أكل سكريات، أكل دهون، ولكن حسب احتياج جسمك. الشيء المعتدل دائماً، الشيء المعتدل هو اللي راح ينفعك، لأن الجسم هذه الأمور كلها محتاجها، محتاج كربوهيدرات، محتاج البروتين، محتاج الألياف، محتاج الفيتامينات، محتاج سوائل، محتاج عندك البروتين. فالأمور هذه كلها جسمك محتاجها. لا تقول أنا راح أقطع مثلا السكر ولا السكر ولا الملح ولا الدهون، لا تقدر تاخذ الدهون النافعة، يعني او الكوليسترول النافع، هذه كلها راح تكون مفيدة حق جسمك. بالعكس إذا كان جسمك فيه طاقة، إذا كلت نسبة كربوهيدرات اللي يحتاجها جسمك، فعملية الحرق عندك راح تصير أعلى. شلون تصير أعلى؟ لأن الكربوهيدرات تمد الجسم بالطاقة، فإذا عندك أنت طاقة زايدة راح تؤدي أثناء تمرينك، أثناء حركتك راح تؤدي أكثر، فبالتالي راح يحرق جسمك أكثر. فاللي عليك أنك تشوف شنو احتياج جسمك من بروتين، من فيتامين، من الأمور هذه، على أساس أنه ما يصير عندك نقص بالفيتامينات وبالسوائل وغيرها. أيضا تقدر أنت تختار اللي هم اللي عندك. أيضا هم ما يجوز الهند، ما يجوز الهند جدا مفيد حق الجسم، صحيح في نسبة سكريات ولكن نسبة سكريات عالية. أنت وأيضا الحين عندنا اللي بتاخذ منتج تقدر تقرأ عليه، مكتوب لهم مثلا نسبة السكريات 4 و5 غرام، هذه الأمور ما راح تأثر عليك، لأن أيضا السكر يمد الجسم بالطاقة، البروتين يغذي العضلة، الألياف تزيد من ألياف العضلة وتغذيها، فهذا يعطيك أيضا حجم حق العضلة. فكل كل نوع من الفيتامينات أو من الألياف أو من الكربوهيدرات كلها لها وظيفة بجسمك، فلازم أنت توظف الأمور هذه، لازم تختار الاحتياج اللي أنت تحتاجه على أساس أنه تحصل على جسم مثالي وجسم متناسق. وأيضا بتمرينك تركز تمرينك سواء أو إذا كنت تبي تمشي، على أساس أنه ما توقف عند مكان معين أو توصل حق وزن معين من بعدها جسمك لا يزيد ولا ينقص. لازم هني عاد تتبع أنك تغير اللي هو نمط أكلك أو نوع الأكل اللي أنت تختاره. أتمنى أن الجميع استفاد من فقرتنا اليوم إن شاء الله. نطرونا بعد الفاصل نقدم لكم تمارين جديدة.
رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. طبعا راح اقدم لكم تمرين اليوم عباره عن تمرين حق عضله الرجل، وراح يكون معي المرتبه الموجوده بخلفي والجهاز الموجود بجانبي اللي هو الجهاز البار. طبعا راح اخذ الوزن، الوزن عباره عن 5 كيلو. راح اثبته الطريقه هذه، رجل اليمين امدها الى الامام، من بعدها راح انزل بالطريقه هذه. طبعا راح ياخذ العضله الاماميه للرجل نفسها، شوف لاحظ معاي، راح تشد العضله الاماميه للرجل زائد العضله الاماميه للرجل اليسار نفسها. اخذ الرجل الثانيه، راح ابين لكم اياها من الزاويه الثانيه واشرح لكم اياها التمرين اكثر فاكثر. شوف لاحظ معاي فتحه الرجل، اول شيء ما تكون يعني ما تكون وسيعه وايد على اساس انه ركبتك ما تحوش الارض. اخذها بالطريقه هذه، انزل، لاحظ مستوى الجسم، الظهر يكون مستقيم، فقط اللي تحرك معاي الجزء السفلي للرجل. شوف الظهر، يعني ما انزل بالطريقه هذه، لا انا ممكن اعور نفسي، جسمي مستقيم فقط رجلي اللي قاعد تحرك. طبعا بالنسبه حق الاشخاص اللي يكون عندهم ثقل بالوزن يقدر انه ما يلعب بوزن على اساس الركبه ما تحوش الارض، الرجل ما تكون واسعه، تكون بس بالطريقه هذه. احاول اني انزل، تبين معك من الزاويه هذه اكثر. شوف لاحظ معاي، مو موسع رجلي بالكامل على اساس انه يكون التمرين اسهل. الحين طبعا راح ابين لكم اياه، التمرين راح يكون جدا صعب. طبعا بالنسبه حق التمرين الحين راح اقدمه حق الشخص اللي لياقته عاليه ومتمكن من التمرين، يقدر يؤدي ياخذه بطريقه اصعب على اساس تشد معاه العضله اكثر. ايضا راح اخذ البار ومعاي المرتبه بخلفي، اثبته بالطريقه هذه، اثبت رجلي على المرتبه، من بعدها راح انزل. طبعا نوعا ما التمرين صعب، ولكن نفس ما قلت لكم الشخص اللي متمكن منه هو يقدر يمارس التمرين، راح تحس في شد اكثر بالعضله نفسها. هاخذها بالزاويه هذه، تنزل بالكامل، من بعدها تصعد. طبعا هذا التمرين ياخذ لك العضلة الأمامية للرجل بنزلتك، راح ياخذ لك الزاوية الأمامية للرجل، أيضا العضلة الأمامية للرجل اليسار. والتمرين الأول بينت لكم إياه الطريقة الصحيحة، الجزء الظهر لازم يكون مستقيم، ما يكون ما تلوي ظهرك على اساس ما تحوشك اصابه بظهرك. والطريقه الثانيه اللي هي الطريقه السهله بالنسبه حق الاشخاص اللي يكون وزنهم عالي، اما الطريقه الثالثه اللي هي بالنسبه حق الاشخاص اللي هم تكون لياقتهم عاليه متمكن من التمرين يقدر يؤدي اكثر فاكثر. اتمنى ان الجميع استفاد من طريقه تمريننا اليوم ان شاء الله. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده.